وللحديث عن البيان الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق عن وفاة وزير الدفاع الأسبق سعدي طعمة الجبوري، ينضم إلينا عبر الهاتف الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني. دكتور عبد الحميد، مرحبا بكم. يعني كما سمعتم، توفي أمس وزير الدفاع الأسبق الفريق سعدي الجبوري في سجن الناصرية. بهذا الشأن أنتم أصدرتم بيانا، لكن هنا من تحملون مسؤولية الوفاة دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وجميع المشاهدين الكرام، شكرا للاستضافة. حقيقة هذا يعني جزء أو حلقة من ضمن مسلسل استهداف الشعب العراقي بكل فئاته، وهذه المأساة الجديدة أو هذه الحادثة الجديدة هي خير دليل على استهداف قادة أو رموز أو مميزين من أبناء الشعب العراقي، ولا سيما من أبناء السجون، يعني سكنت أو الذين يكونون في السجون من المسجونين وجلهم وغالبيتهم من الأبرياء الذين ذهبوا ضحية الظلم وضحية المخبر السري أو ضحية انتقام سياسي وأحقاد دفينة. بالتأكيد المسؤولية هنا مسؤولية مشتركة، تكون على جملة أصحاب أو من في هذه العملية السياسية، سواء كان في مركز سياسي أو مركز تنفيذي أو غير ذلك. وكما قلت قبل قليل، المستهدف هو أبناء الشعب العراقي برمته، في حينما غاب العدل وشاع الظلم وانتشر الفساد. طيب دكتور، وفاة الوزير السعدي طعمة الجبوري يعني تفتح ملفات المعتقلين وأيضا السجون، لكن هنا لماذا لا تراعي الحكومة السجون في العراق، تراعي المعايير الدولية للحفاظ على حياة السجين؟ ما السبب في ذلك؟ يعني هي السجون ليست فقط لا يراعى فيها حياة السجناء، وإنما لا تراعى فيها كرامتهم، بات معروفا ومؤكدا وموثقا حتى لدى كل المنظمات الأممية المستقلة والدولية المستقلة، أنه لا يوجد هنالك معايير حقيقية، معايير عدالة، ولا معايير معيشة إنسانية لمن في هذه السجون. والسبب الرئيسي أنه لا يوجد هنالك لا محاسبة لهؤلاء، لا داخليا ولا خارجيا. فالداخليا كل الأجهزة هي في حلقة واحدة، هي مشتركة، سواء كان الأجهزة السياسية يعني التشريعية أو التنفيذية في أي مكان، في مركز أي مركز من مراكز الحكم في العراقي، هم كلهم ينفذون مشروع واحد، وهو تنفيذ مشاريع خاصة جارة السوء إيران. وخارجيا لا يوجد المجتمع الدولي للأسف غافل عما يحصل للعراق، لأن الضحية أبناء الشعب العراقي، ولا التفات لما يعانيه هؤلاء الشعب في كل المستويات. دكتور، يعني فلسفة السجون في العالم هي العزل عن المجتمع وأيضا التهذيب، هل هذه الفلسفة واضحة في عقلية الحكومة في العراق؟ أساسا الذين غالبية الذين يدخلون إلى هذه السجون هم من الأبرياء، والأساس هنا هو في قضية انتقام من هؤلاء. فحينما يكون هؤلاء أبرياء ويزج بهم بالسجون وتنتزع منهم الاعترافات بسبب التعذيب وبغيره، فالقضية هي لا فلسفة تهذيب ولا إصلاح ولا إنقاذ مجتمع من خطر ما، وإنما القضية هو التنفيس عن أحقاد. وللأسف هذه الأحقاد حتى هي يعني هؤلاء الموجودون اليوم في السلطة في العراق غالبيتهم هم ينفذون أو هم أدوات لتنفيذ أحقاد لجارة السوء إيران. يعني ليست هم حتى ليس بينهم وبين هؤلاء المسجونين لا عداوة ولا اختلاف ولا مشكلة سابقة، وإنما القضية هم ينفذون أحقاد جارة السوء إيران، وتحديدا ما حدث في حرب الثمانينات، ما حصل بين العراق وإيران. دكتور، دعوتم في بيانكم المنظمات الحقوقية إلى القيام بواجباتها تجاه ما يجري فيما وصفتم في هذا البيان بالمسالخ البشرية، ما الذي تنتظروه من هذه المنظمات الحقوقية بعد كل هذه السنوات؟ يعني معروف أن المنظمات الحقوقية المهتمة والمعنية بهذا الملف هي يقع على عاتقها ثلاثة مستويات من العمل. المستوى الأول هو توثيق مثل هذه الجرائم
وهنالك تعاون حقيقي كبير جدا في هذا المجال، حتى بين قسم حقوق الإنسان لدينا في الهيئة وبعض المنظمات المحلية المتعاونة وبين المنظمات الدولية. فعلى هذا الإطار هنالك جهود قائمين به، لكن هنالك المستويات الأخرى وهي القضية الإعلامية والأهم القضية السياسية أو الإجراءات المهنية أو العملية للضغط أو لاتخاذ قرارات أممية للضغط على هذه الحكومات لوقف مثل هذه الانتهاكات. نعم. هذا لا يجري للأسف، لأن هنالك بكل صراحة المجتمع أو المنظمة الأممية خاصة في هذا ملف حقوق الإنسان هي منقادة أو خاضعة لترهيب أو لإرهاب. نعم. أمريكا صاحبة مشروع الاحتلال الأول والأساسي في هذا المجال. لذلك نحن نريد ضغطا في هذا الجانب. نعم. والبدء بإجراءات عملية لوقف هذه الانتهاكات. الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني، شكرا جزيلا لكم.